على حسب ما مرني ومن تجارب الأولين وجهة نظر ويجوز فيها الاتفاق والانقسام. اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين، بعض البشر ودك حدود المعرفة معهم سلام. اصمت ولا تحرص على كثر الكلام، الصمت زين، اللي سكوته ساترة يمكن يعريه الكلام. إذا تكلمت احذر تكون أكثر المتكلمين، السالفة لطولت يضعف معاها الاهتمام. ما ومزح ومزح باللسان أخير من مزح اليدين، مزح الرجال العاقلة على حدود الاحترام. واضحك ولا تضحك برفع الصوت، رفع الصوت شين من الأدب والذوق، عند الضحك ضحك بابتسام. واكرم وبيبان الكرم واجد ولا يحتاج دين، وترى الرجال كرامها ما هو في كثر الطعام. واحلم ولا تغضب ولا تعجل ولا تشري بدين، وشاور ولو رايك معك لشرط عداك الملام. ترى التغافل فيه لذة وانشد المتغافلين، ولا جات كلمة توجع أطلقها مع سرب الحمام. وارضى إذا جاك الرضا لو العذر ما هو سمين، ترى التسامح ميزة السادة رفيعين المقام. ولا التواضع في حضور العالم المتكبرين، تعامل بنفس الطريقة معهم ونفس النظام. وأخلاقك وتواضعك عامل بها المتواضعين، ونصف الأدب مجاملة، جامل ولا تجامل لئام. صادق وإذا صادقت ما جربت ما صادقت، لين أما يطول بك السهر ولا يطيب لك المنام. واصدق مع نفسك وتلقى نفسك من الصادقين. النفس خيل إبليس، لا تعطيه نفسك والجام. وليا نصحت انصح خفا لا تفضحه في الحاضرين، ترى الرجال يقودها لين الحكي يقود الخطام. وإذا تسولف عن طموحاتك مع المتفرغين كأنك تسولف للنصارى في الحلال وفي الحرام. العمر ما هو بفرصة واحدة ولا هو بفرصتين، مع كل مطلع شمس لك فرصة وخطوة للأمام. هذا ولا زلنا تعلمنا الليالي والسنين، والعلم خير من الجهل والنور جلاي الظلام. سلامتك.